رجعنا لحضراتكم من جديد بأولى فقراتنا النهاردة عن الاستعدادات والتأهيل النفسي لأطفالنا، سواء اللي هما سنة أولى مدرسة أو دراسة، أو كمان الأطفال اللي بقالها 3 شهور بقى وبحر وساحل وفسح، وبعد كده فجأة بقى في التزام وبقى في نشاط وبقى في الساعة 6 الصبح بنصحى، بقى في جدول مزدحم، بقى في مذاكرة. طيب للأسف في بعض الأمهات بتوقف كل الأنشطة الرياضية الفنية أو أي كورسز أو أي تنمية مهارات علشان إحنا هنبدأ مدرسة، فبتخلق عند الطفل حالة البعبع اللي هو إحنا داخلين على مدرسة. وفي العكس، إنه الأمهات بتشرك أطفالها في كذا نشاط في نفس التوقيت فما بيبقاش عارف يركز، فده بقى ممكن يأثر على حاجة أو فرع من الفروع اللي هو بيعملها في حياته. طب التوازن ده نحققه ازاي ونعمل ايه؟ ده هنعرفه من ضيفتي العزيزه الدكتوره سهام حسن، اخصائي النفسي وتعديل سلوك اطفال. صباح الفل. صباح النور عليك يا داليا. هنبدا الاول بالاطفال الصغننين اللي هم رايحين الحضانه او سنه اولى مدرسه، كده كده خلاص ما بقوش يدخلوا على سنه اولى ابتدائي على طول، بقوا في حضانات دلوقتي اللي هي التمهيدي في الاول. مرتبط بماما ومش عايزه اسيبها، فاول ما بتسيبه عياط، فاهله المجتمع الجديد ده ازاي؟ خلينا نقول مع السن الصغير اللي انت ذكرتيه اللي احنا بقى داخلين مثلا كي جي 1 وكي جي 2، بيبقى بادئينها من بدري شويه. يعني هتلاقي مثلا الامهات وهي رايحه تدفع المصاريف وهي اصلا رايحه تعمل له الانترفيو في المدرسه، بيتعاملوا معاه ان هم بيسيبوه شويه في الجاردن، بيخلوه ياخد على المكان علشان يحس كده بنوع من انواع الالفه. فنقطه ان احنا هنسيبهم اول يوم خلاص بقى هيقضوا اليوم كامل، خصوصا دراسه، يعني من الساعه 8 مثلا لحد الساعه 2 وليكن. في مدارس بتحاول ان هي تخلي اليوم يبقى قصير شويه، اللي هي مثلا من 8 لحد 12، لان هم فاهمين ان دي مرحله لسه صغيره ولسه الاولاد بيستقلوا عن الام وبيفكوا التعلق من الام، ففي استقلاليه، فمش هيبقى الموضوع سهل عليهم ان هم ياخدوا يوم كامل، ففي مدارس بتطلع الاطفال بدري. طيب لو ما حصلش كده وانا عارفه ان ابني متعلق بيا بزياده وعياط بالظبط، ممكن اتحايل على الموقف ان انا اول يوم ان انا ممكن اخده مثلا بعد يعني البريك مثلا، او عنده الساعه 11 11 ونص، اخده في اليوم اول يوم اقعد معاه يشوفني. مش صح ان هو يحصل كل المشاهد دي، لان انت في الاول خالص بتحاولي ان انت تدرجي موضوع التعلق، ان هتعملي ايه مثلا دلوقتي احنا سايبينه خلاص قدام باب المدرسه. في مدارس بتعمل حفلات، اول يوم يكون حفله والامهات بتبقى موجوده علشان الاولاد يعرفوا فين الكلاس بتاعهم. اوكي، طب المدارس اللي ما فيهاش كده، يبقى انا هسلم الطفل قدام باب المدرسه وهشاور له وهقول له انا شويه بالظبط وهاجي اخدك، انا واقفه مكاني تمام، هو طلع على السلم. حلوه فكره اليوم ده ان هو يعمل حفله وماما تبعت شويه فيبدا ياخد. في مدارس بتعمل كده، بس في مدارس تانية مش بتعمل ده تمام. فاحنا مش يعني مش هنفرض نمط معين على مدرسه لو هي اوكي حابه ان هي تعمل احتفال في اول يوم ان احنا بنستقبلكوا وده مكانكوا ده الكلاس بتاعك اللي انت هتقضي فيه اغلب اليوم، وياخد على المدرسه بتاعته يبدا يحصل الفه كده وتعارف ما بينه وما بين زمايله. اوكي ده ما حصلش، يبقى انا مش هينفع ان انا لو هو في حضانه هتلاقيه متجاوز فكرة ان انا ابقى لوحدي، لكن لو هو مش في حضانة ولسه بالنسبة له كي جي 1 هي اول خط كده ان هو يبدأ لوحده، هتلاقي الموضوع شوية فيه العياط اللي انت بتتكلمي عليه. فانا بالتالي هاخده نص يوم، اليوم اللي بعده هزود ساعة، اليوم اللي بعده هزود ساعة، لحد ما يبقى مثلا عندي الاسبوع هو كمل وقت الدراسة بتاعته كامل. جينا الاسبوع اللي بعده هو نازل يوم عادي جدا من الساعة 8 لحد الساعة 2 تمام. ده علشان اقلل فكره المخاوف، لان الطفل بيبقى فاهم ان هو رايح مكان جديد عليه، فخايف ان انا اتسف في المكان ده ومحدش يرجع لي تاني. فلما الام بتطمنه ان هي موجوده واقفه بره وبتيجي تاخده بدري، هو الفكره كلها ان هو مش بيحس بالوقت قد ما هي وعدته، هي ملتزمه بوعدها وجت فعلا كمان شويه. وحلوه قوي ان انا اعرف الجدول بتاعه ماشي ازاي، عشان مثلا ممكن اقول له انا جايه لك بعد حصه الميوزك، انا جايه لك بعد البريك، فهو مستني البريك يجي عشان ماما هتيجي تاخدني. الطفل بيحب التحديد بالظبط، لان هو لسه مش عارف في الساعه كام. انت بتتكلمي على السن الصغير كي جي 1 و2، فهو عارف ان كلاس الميوزك جه فماما هتيجي بعدي. فكره ان انا وعدته والزمت بوعدي كده هكسر عنده فكره ان انا هتساب لوحدي في المكان ده وماما مش هترجع لي تاني. تمام. طب من سن كام الطفل يتساب؟ نبدا معاه صح، يعني الناس اللي عندها طفل دلوقتي، هل من سنتين ثلاثه تسيبه؟ احنا دايما بنقول ان انسب سن لنزول الحضانه من سن سنتين لثلاث سنين، يعني ده مناسب. طبعا. انت بقى شايفه قدرات ابنك فعلا مناسبه ان هو ينزل ويستقل عنك، انت مثلا مدرباه على البوتي خلاص هو بيتكلم كلام واضح، بيعرف يطلب كويس، يعبر عن احتياجاته. اوكي، في انواع تانية من الاطفال بنبقى محتاجين الحضانه، لو عندهم تاخر لغوي
وهو مش بتكلم معاه كتير في البيت وطول الوقت قاعد ساكت يا اما قاعد قدام التلفزيون والموبايل. فانا بحب الحضانه هنا ليه بقى؟ لان احتكاكه واختلاط بالاطفال. فهتنمي عنده المهارات اللغويه. اوكي، هل مثلا في الاجازه ممكن مثلا ادخله نشاط معين يرسم السن الصغير؟ يبدا اللي هو مثلا من 3 سنين، في حضانات دلوقتي بتفتح بدري في الاجازات، ده بتنصحي بيه؟ حلو حلو جدا. طبعا. انا بالنسبه لي لو الحضانه مناسبه لابني وبتشبعه من كل الانشطه، يعني مثلا احنا في الصيف وليكن في حضانات ما بتوقفش بتفضل مستمره، بيعمل لهم زي انشطه صيفيه، يعني مثلا هيدربوهم رياضه لو الام حابه، جمباز، سباحه لو فيها مثلا مقدره البسين وكده، رسم. وطبعا عشان بس الامهات اللي بتسمعنا هتلاقيها مثلا تقول لك ايه بس تديه بكذا الف، لا احنا عايزين الحضانات اللي بتبقى فيها انشطه، حتى لو انشطه طبيعيه وعاديه، اللي هو مثلا هيلعب بالصلصال، مش كل هدفها يبقى كده. بالعكس الحاجات دي اللي بتنشط المخ اكتر. بالظبط. بس في يعني خلينا نبقى متفقين، احنا مش بنخاطب فئه واحده اللي هي الفئه اللي تقدر على الحضانه اللي فيها بيسين وفيها جمباز، احنا بنتكلم برضو مع الام الموظفه العاديه اللي يعني مش هيبقى في امكانياتها تودي حضانه فيها حاجات زي كده، فاحنا بنقول لا الحضانه حتى على الاقل يبقى فيه انشطه مع بعض. رسم، حاجات بورة وقلم، الصلصال، الحاجات المكعبات. بالظبط. النظام شويه اللي هو يعني في حضانات تقول لك احنا مدخلين شويه في النظام بتاعنا النظام المنتسوري اللي هي الانشطه العقليه اللي هي بتعتمد كلها على المهارات المعرفيه، الانتباه والتركيز والحاجات دي، لان السن الصغير ده انا مش بس باسسه في الاكاديمي، انا عايزه اعلى بقدراته المعرفيه علشان كمان الذكاء عموما بشكل عام يقوم معاه مش بس الذكاء الاكاديمي. طيب ده بالنسبه للبيبيز الصغننين او الاطفال اللي هم من سنتين ثلاثه. نروح بقى للاطفال العاديه اللي دخلت المدرسه. عندي مشكله مع الاطفال، بحس انه الطفل انا داخل دراسه بقى، انا داخل مدرسه، محسسني ان هو خلاص بقى مهاجر 3 شهور وراجع لي. يعني حتى لما بقول له مثلا هنبدا نحضر لفقره المذيع الصغير مثلا، فابدا يعني ابدا جمع معلومات والسكريبت، النشاط اللي بقومه بيه في البرنامج، لا بصي انا ما عنديش وقت، انا عندي مدرسه وعندي تمرين وعندي وعندي وعندي، بحس انه بيقفل لي الدنيا. ومع انه هو ده المفروض شيء مفيد، بيعلم مهارات القرايه عنده ويحط سكريبت وبتاع. طب ليه ده؟ وفي نوعين من الامهات، يا بتزحم جدول ابنها بحس ان الطفل عنده بيلعب 3 أو 4 رياضات في نفس الوقت، يا اما بتعزله تماما. اوكي. طيب خلينا نفرق او نفصل ما بين حاجتين. لو انا ام بتسعى ورا الكمال والمثاليه وان انا عايزه ابني يكون مميز في كل حاجه، ده مش صح. لان انا كده هضغط عليه وهاجي عليه في حاجات كتير. زي ما انت قلتي كده نمط الامهات اللي شاغله اولادها طول الوقت. انا محتاجه حتى يوم يلعب هو فيه حر. يلعب حر كده، اقعد في البيت ما بعملش اي حاجه. لكن فكره ان انا ضغط عليه وحاسس بالتزام وطول الوقت عندي مهام انا عايزه اخلصها، انا كده طول الوقت ابني مش بيدور في المرحله اللي هو جاي ليها الدنيا، اللي هي مرحله الطفوله اللي المفروض يستمتع فيها بطفولته. طيب انا بفيده بمهاراته، بس هي ملوده بزياده. بالظبط. انا عايزه لا ضرر ولا ضرار. بس الناحيه الثانيه ده الامهات اللي هي بتسعى ورا المثاليه، ما فيش حاجه اسمها مثاليه، انا في عندي اخطاء لازم اقع فيها عشان اتعلم واكتسب خبره من الحياه ومن الرياضه ومن التعليم ومن برضو مرحله الطفوله. انا جاي عشان استمتع بحياتي مش عشان خاطر ان انا اتعلم 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 رياضه واتعلم في المدرسه واتعلم في البيت لو هي بتذاكر معاه. فانا فين الوقت اللي انا هتنفس فيه كطفل اجري والعب براحتي؟ مش لازم يكون فوق راسي مثلا كابتن، مش لازم يكون فوق راسي مدرسين، او انت فوق راسي في البيت. اوكي. الناحيه الثانيه بقى الامهات اللي ممكن تبقى عندها حته الذكاء في ايه، انا ابني حركي، يعني انا ابني ما شاء الله اللهم بارك ما بيقعدش طول الوقت شغال لعب وتنطيط، اللي هم ADHD اللي هم لا 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 مش ADHD، انا بتكلم على الذكاء الاجتماعي اللي هي الحركيه، اللي هو ابني ما شاء الله اللهم بارك بيجمع ويحصل، اللي هو النوع اللي ايه الامهات تقول لك ايه بيروح ويجي وهو ماسك الكتاب، يا حبيبي اقعد 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 على المكتب ذاكر، انت كده مركز؟ هو كده مركز، هو كده مركز، لان انا مش بجبر الطفل ان هو لازم يقعد لازم يبص في الكتاب. طب ما هو ممكن يكون رايح جاي قدامي وماسك الكتاب وهو مركز، ده ذكاء حركي. ابني عنده ليونه في جسمه ما شاء الله، بيقدر ان هو يعمل حركات جمباز، حركات مثلا الكاراتيه ايا كان. فالامهات اللي هي بتبقى لامحه نوع ذكاء ابنها، فبتحاول ان هي تحطه على الخط السليم في ان هي تستفيد من حركته، لان هو لو ما طلعش الحركه بشكل طبيعي في رياضه بتلاقيه ان هو طول الوقت قارفها في البيت، بيتحرك مش عايز يقعد طول الوقت، لدرجة ان هو مثلا وليكن احنا خلصنا اقول بقى ده احنا خارجين ولعبنا وتنططنا مثلا، هيروح ينام ملقاهوش بينام، عنده طاقة وعنده حركة. ده بيبقى ايه يعني؟ ده نوع ذكاء حركي اسمه ذكاء حركي. بالظبط. ان انا بجمع وبحصل. طب ايه الفرق بينه وبين الـ ADHD؟ الاندفاعية
وتشتت الانتباه. انت عندك اعراض من ضمن الـ ADHD ان يكون عندي الحركه زياده عن اللزوم مصاحبه للاندفاعيه. يعني ايه؟ ابني ما بياخدش باله من الخطر، ممكن يسيب ايدي ويجري ناحيه العربيات، ممكن يلعب جوه البيت بشكل يأذيه، يطلع على سور البلكونه، ممكن يعني يطلع على حاجه عاليه، دولاب او حاجه، ممكن يقع ويقوم يكمل لعب عادي، ما عندوش حتى احساس ان انا اتوجعت هقعد شويه او زي الطفل العادي. عندي مشاكل في التركيز والانتباه، في بعض الانماط من الـ ADHD اللي هو الـ ADD اضطرابات الانتباه. ان انا عندي مشاكل في الانتباه والتركيز، ما عندهوش حركه بس عنده مشاكل في الانتباه والتركيز. المدرسين في المدرسه، انا في البيت لما اقعد اذاكر معاه ملول، افقاف، ما بيحبش يقعد يذاكر، لا زهقت، لا مش هكتب ده كله، اروح اكل، اروح اشرب. المدرسين في المدرسه عنده حاجه كتير يطلع بره الكلاس، عايز اروح التواليت، عايزه اطلع بره شويه. عايز الذكاء الحركي ما بيعملش كده. لا الذكاء الحركي، لا الذكاء الحركي هو اخره مثلا اللي هو هتلاقيه هو مركز معاكي كويس جدا، بس هو عايز يوم يقف، اللي هو زهق من القعده. اوكي، ممكن ده انا احركه اشغله في الكلاس، ممكن توزع لي مثلا الباكليت، ممكن مش عارفه تلم ايه، ممكن تعمل ايه، روح هات لي مش عارفه ايه من ميس فلانه في الكلاس اللي جنبنا. عشان ايه؟ علشان انا عارفه ان هو بالحركه هيبدا يهدى ويرجع تاني يقعد. وفي عندك اصلا المناهج اللي انا دايما بقول يا ريت طبعا ان المدرس الشاطر اللي بيعرف يوظف المنهج بتاعه على حسب انواع الذكاء اللي قاعده قدامه. لان مش كل الاطفال عندها القابليه على الحفظ بالتكرار اللي هو التلقين بنسميه، ولا كل الاطفال عندها ان انا اقعد اكتب كتير. انا محتاج ان انا استغل الذكاءات المتعدده التفاعليه بالظبط. في اطفال حركيه عايزه تتعلم بالحركه، فاحنا مش عارفه هنعمل ايه ونسقف وننط حتى في مرحله ابتدائي، لان ده انت اساسي المرحله التاسيسيه الاساسيه اللي هو الطفل عايز ان انا براعيه كل انواع الذكاء عشان اخدمه في المراحل اللي جايه اللي هي الاعدادي والثانوي. التواصل الوان واي ده اللي هو من المدرس ساعه يدي المنهج بتاعه، ده خلاص ده ما بقاش بقى فعال في التدريس والتعليم. بالظبط، زي الامهات اللي هي تقول لابنها ايه، هي المذاكره بتخلص، انا عايزه ابص عليك طول الوقت تلاقيك قاعد بتذاكر، كل الكتاب اكل، المذاكره بتخلص. طيب يا جماعه انا هديكي نموذج مثلا من الاطفال. جيت قلت له تعالى نعمل فقره المذيع الصغير، لا بعد شهر 12 واحد اجيلك. ليه؟ طب تعالى قول لي الجدول، الحد عندي التمرين الفلاني، الاثنين التمرين الفلاني وراه التمرين الثالث، يعني ثلاث رياضات، الثلاث تمرين خامس، اربع خميس، الجمعه عندي تمرين، السبت الساعتين بتوع الصبح. فحسيت يعني يا حبيبي ما بقتش عارفه ارد عليه. ما انا زي ما بقول لك انا محتاجه وقت. ده صح؟ ما انا مش صح، لان انا محتاجه متسع من الوقت ابني يشم فيه نفسه. وهل صح ان انا اركز على نوع واحد بس من الانشطه اللي هو الرياضي فقط؟ لو انا ابني ذكاء حركي زي ما انا بقول لك اوكي ممكن الرياضه بس، لو انا ابني مع الذكاء الحركي هو بيحب يرسم ويلون، ممكن ان انا استغل ده في ان انا اعمل مثلا اشركه في كورس رسم. في امهات شايفه ان الحاجات اللي انت بتتكلمي عليها دي حاجات تافهه. ما هي دي بقى الجانب لما يجي الاجازه. طب ما انا محتاجه ان انا استغل وقت ابني بشكل سليم بشكل صحيح، لان احنا لسه قايلين من شويه ايه، ابني مش جاي الحياه عشان التعليمه بس. حتى لو هتيجي امهات تعملك ازاي، ما هو ده النظام التعليمي اللي موجود مثلا في الدوله اللي احنا عايشين فيها. طيب النظام التعليمي 8 ساعات من 8 مثلا ل 2 او ل 3، انت بقيت يومك ودورك مع ابنك ايه في الحياه؟ هو برضو بيرجع لازم نخلص مذاكره وبيبقى عنده تمرين. انا لو قسمت يومي من وقت ما ابني بيدخل من المدرسه لحد ما بينام الساعه 10 يعني مثلا من 3 ل 10 انت معاكي 7 ساعات. ساعه مثلا التمرين بتاعه، قولي يا ستي ساعة رايح ساعة راجع، مش ساعة هينامها، هي ممكن نص ساعة اللي هي وقت القيلولة، وده بيبقى مفضل جدا نص ساعة، لأن أنت لما بتطولي عن ساعة أو ساعتين حتى اللي بيحصل بتلاقي إن ابني جاي مدياني بقى وقرفني في وقت نومه. ما هو أخد كفايته وجسمه ارتاح شوية من النوم. أوكي. من قصدي يوم طويل. عايزة تنشطي شوية المخ. بالظبط، أنا محتاجة إن هو بس يفصل وقت القيلولة كده، ياخد بريك، المخ كده يهدى من طول اليوم اللي موجود فيه، وأبدأ أصحيه علشان نشوف أيامنا، نشوف قصدي يومنا بقى تفاصيله ماشية إزاي. لكن أنت سبتيه ساعة ساعتين هو هيقوم وهو مقرف، لأن نوم الصبح باعتدال مفيد. لكن كتير بيبقى بيضايق، هتلاقيه قايم مقرف مش قادر يركز معاكي عايز يكمل نوم، وده غلط احنا بنقع فيه. فالنص ساعه حلوه علشان يجي لي على الساعه 10 10 ونص دخل سرير. الامهات اللي بتوقف كل الانشطه دي يعني الابحاث بتقول انه الطفل اللي بيلعب نشاط معين او فن معين او رياضه معينه بيبقى درجه استيعابه اعلى، حتى الابطال اللي في الاولمبيات او اللي بنستضيفهم بيبقوا جايبين مراكز اولى في دراستهم. فبقول له بتعمل ده ازاي؟ يقول لي انا بذاكر الساعه اللي في النص.
فهو درجه تحصيله ساعه ابرك من 4 5 ساعات انت حاطاه على الكتاب. فعايزين نقول ان الرياضه والانشطه برضو توقفها نهائي هيزود عدد ساعات المذاكره بس مش هيحصل بسرعه. ده صحيح، لان انا عندي طاقه الجسم عايز ان هو يخرجها، ولو ما حصلش صرف طبيعي للطاقه هيبقى ابني بيضايقني انا ان هو قاعد قدام الكتاب بس هو مش مركز. عشان كده لسه بقول لك ايه، المذاكره بتخلص والمذاكره مش بالكم. مفيش حاجه اسمها هي المذاكره بتخلص وهو قاعد يذاكر ساعه واحده بس، ما ممكن يكون ساعه واحده بس جمع فيها اللي انت عايزه تذاكره له طول اليوم. انا مش هستفيد حاجه ان ابني قاعد طول الوقت قدام الكتاب وهو خلاص انتباهه فصل وعقله كمان مش قادر يستوعب اي معلومه تانية هتديها له. فهو قاعد عشان يرضيكي قاعد قدام الكتاب عامل كده بس، لكن هو لا مركز ولا بيحصل ولا اي حاجه. انا بعمل ايه؟ انا بتحايل على الموقف. فانا محتاجه الانشطه في حياه ابني وخصوصا الرياضه. انت لو تفتكري ان احنا كان عندنا حافز رياضي كان ليه درجات بتضاف للمجموع، فاكره ليه بقى؟ لان انا مقدر دور الرياضه في حياه ابني، بتنشط جسمه وبتنشط الدوره الدمويه وبتنشط الذهن، غير ان هي بتحسسه ان هو عنده هدف وبينجزه. يعني انا ابني لما بيحصل مراكز في الرياضه ده مش مفيد ليه، بالعكس ده مفيد جدا وهينعكس اثاره النفسيه على المذاكره. ان انا مش هحس ان حياتي كلها مرتبطه بالدرجات الاكاديميه. انا ممكن اشتغل رياضه وابقى شاطر ومميز وكل المدرسه تعرف ان البطل بتاعنا ده جاب مثلا سكور عالي في الرياضه، وبالتالي انا واثق في نفسي، فده هينعكس عليه هو جوه اداؤه التعليمي، ان انا قاعد كده حاسس ان انا لازم اركز اكتر مع الميس. ليه؟ عشان انت يا بطل. انا شفت مره تقرير طبي قالوا انه الطفل اللي عنده مشكله مثلا هو بيحل مساله حسابيه خليه ينزل يمشي ساعه ويرجع تاني، لانه في تيوب كده في المخ من هنا لهنا بيربط فبينشط الدوره فيرجع يحلها. ده حقيقي، لان انت بتبقي محتاجه تعملي اي نشاط يفصل المخ وفي نفس الوقت يجدد الدورة الدموية في الجسم، فالمخ يحس ان هو دلوقتي انت بتعملي ريفرشمنت كده، ان انا ايه بعمل حاجة جديدة، بعمل حاجة فيها حركة فيها طاقة بتطلع من الجسم، فبيبدأ ايه الدورة الدموية تتنشط. لان في اطفال بيبقى عندهم مثلا حبايبي انيميا، فقر دم، عندهم اي مشكلة بتخليه ان هو يفقد تركيزه بسرعة. وفي اطفال بتبقى عندها مشاكل بصرية الام مش قادرة تنتبه ليها، القعده بتاكل، القعده بتاكل. يعني الطفل اللي قاعد بقى في البيت ما بيعملش حاجه، لا نشاط ولا بيروح ولا بيجي، طول النهار رايح الثلاجه عايز ياكل، ده بيأثر على مخه برضه. القعده بتاكل لو هو قاعد قدام التلفزيون او التابلت، بتلاقي ان انت احنا حتى يا كبار ممكن ما تحسيش بنفسك لو انت متابعه محتوى وشدك قوي وجذبك ساعتين ثلاثه، بتلاقي نفسك غصب عنك انت عايزه ترصصي جنبك حاجات كده طول ما انت قاعده سناكس بتاكلي فيها. نفس الشيء الام تعملك ازاي؟ طالما هو قاعد وانا مرتاحه اعمله بقى سندوتشات كده وحاجات بقى ايه تغذيه. تلاقي مره واحده عندك الطفل بقى فيه عنده سمنه، ليه؟ ما هو ما بيتحركش وفي نفس الوقت بياكل، وانت مقضيه وقت طويل جدا وعملتي عاده سيئه، ربط للاسف سلبي. حصل ايه؟ ان الطفل قاعد قدام التلفزيون، فبقى بالتالي لازم عشان اكل افتحوا لي التلفزيون. مش هنجز اي مهمه غير لما تفتحوا التلفزيون. فعلا يعني كان دايما يقول لنا يلا هنفتح التلفزيون عشان ناكل. بالظبط، ايوه صح. الرز والملوخيه مع التحديد انا فاكره. لازم يبقى في تلفزيون، وهتلاقي ده اكتر مع السن الصغير. يعني بتجيلي مشاكل تقولي ايه، انا مثلا بدربه على البوتي او مثلا بخليه ياكل ما بيرضاش ياكل، لكن اول ما افتح له التابلت او التلفزيون سحر. مهما كان حتى لو هو ما بيحبش الاكل ده بتلاقيه هو مش مركز في الاكل، هو مركز في اللي بيتفرج عليه وانا عماله اكله. ايوه حضرتك بتعملي ايه؟ ما هي دي مشكله، دي مصيبه. هو بدا يفقد تركيزه اصلا مع المحيط اللي حواليه، ده هو مركز مع اللي انت بتعرضيه ليه. يعني حتى هو مش مستطع، مش متذوق. الامهات اللي تقول لك، ما هي تقول لك وسيله للطفل اللي ما بياكلش، هتعمل ايه طيب؟ ده الهاء، الهاء عن ذكاءات متعدده انا ببلغيها وباثر على العمليات المعرفيه. اسالي اي ام كده وقولي لها ابنك بيركز امتى، تقول لك ما بيركزش في المذاكره بس عنده استعداد يقعد يركز قدام التلفزيون لدرجه ان انا ممكن انده عليه لو وقفت حتى على مسافه قريبه اكتر من 5 6 مرات. مش معايا هو كده بالظبط، كل الحواس وكل العمليات المعرفيه متوقفه. طب ايه الجمل اللي بتقولها الام مع بدايه بقى الدراسه اللي بتدي احساس ان هو انا داخله الدراسه، يعني اللي هو فاهمه بتحسس الطفل بالبعبع، زي ايه مثلا؟ كتير. خلينا ايوه تلاقيها بادئه كده الموضوع اللي هو يلا يا رب نتجدعن، نفتكر كده اللي حصل السنه اللي فاتت، اتفسحنا كتير ورحنا الساحل والبحر. لا ممكن ده نمط طبعا اللي هو او نوع من الاخطاء اللي هو احنا انا عملت كل اللي عليا في الاجازه عشان لما تدخل المدرسه الاقيكوا بتاكلوا الكتب اكل. واحد، رقم اتنين
فاكر درجات السنه اللي فاتت، اوعى يكون في بالك ان انا هخليك تعيدها تاني ولا تكررها. انا بدفع دم قلبي في الدروس وباص وبدرس يعني مصاريفها قد كده، فلا حلل لي القرش اللي انا دافعاه. بتلاقي في امهات بتقول كده والله. ده اللي هو احنا بنسميه الكراسه الصفراء، مسجله لك كل حاجه وبعايرك. انت متخيله ان لو انت حد كبير في حد بيتعامل معاكي بالشكل ده بيمن عليكي؟ لا، بتشد اكتر في الجمل دي لما بتلاقي مثلا ابن خالته ولا ابن عمته او في مقارنات. حد الناحيه الثانيه بيوجهها او بيأنبها بكلمتين، مثلا سلفتها مش عارفه مين في العيله بينظر عليها، اللي هو شدي حيلك ابنك داخل الشهاده السنه الجايه، فتلاقيها بقى ايه يعني هشد حيلي ماشي تعالى، وتلاقي يعني هي ما عرفتش تتصرف معاه او مع نفسها في الموقف ده، فبتحط هي بقى كل الضغط على ابنها. اوكي، فاحنا نرحم العيال من المعايره، عايزينهم فعلا يحصلوا دراسيا. في امهات تقول لك امال هيقدر اللي اتعمل له ازاي؟ انا مدخله معلمه احسن تعليم، مش المفروض يرد لي ده؟ ما خلينا برضو اتكلم معاك. اوكي، في ولاد تحرق الدم، ماشي، يعني يا حبيبي اعمل يا حبيبي كذا، وعنده استهتار. طب اربط التوازن ده ازاي عشان برضه يقدر الام والاب بيعملوه علشانهم؟ انا من كتر ما انا بتكلم في اخطاء الامهات لقيتها بتعملي ازاي، انت امتى هتنصفينا؟ اديني اهو، اها هنصفك. لا لا، ما هو اللي جاي ده ما فيهوش انصاف، اللي جاي ما ده هو في برضه ولاد لا مستهتره بزياده. الاستهتار جالك انا بواجههم وبيتحرق دمي. طب اسمعيني يا داليا، الاستهتار جالك منين؟ هل ابني مولود مستهتر؟ ربنا جابه مستهتر؟ انا اللي علمته الاستهتار، انا اللي علمته فقد قيمه الشيء والنعم اللي عنده. يعني ايه؟ القلم اتكسر حبيبي قلبي هجيب لك غيره في لحظتها. امال برضو اضرب الولد علشان خاطر القلم اتكسر؟ لا، يحس بقيمه الحاجه اللي هو كسرها. اعمل معاه ايه؟ هو فوضوي يعني ما اتكسرش غصب عنه، هو اللي كسره. بيكسر ويخرف في العابه، وانا الناحيه الثانيه بلاحق وبجيب العاب. انا ست مشغوله وبابا مشغول، فانا فاكره ان انا بعوض عن غيابي بتعويض مادي، فكل اللي بيحتاجه بيلاقيه، مش حرمان من اي حاجه. فطلع مستهتر، عنده فطور ناحيه الحاجات، لعبه لسه جايبها له، لعب بيها شويه راح رماها، عايز لعبه جديده. اوكي، متطلع، انا عايز اللي في ايد غيري. شفتي كم خطا انت عملتيه؟ لان انت ما عرفتوش قيمه الشيء، القلم اتكسر. انا شايفاك وانت بتكسره، ايه رايك ان انت هتكتب بيه طول ما هو مكسور كده لحد ما تتعلم قيمه الشيء؟ انا كده يا سهام حرام، ده انا بعنفه. لا مش بتعنفيه. اللعبة اتكسرت، تلعب بقى بألعابك مكسرة، اوكي، عشان تتعلم تحافظ عليها، فأنا أبدأ أجيب لعبة جديدة. الألعاب مش كل يوم، الألعاب ممكن إن أنا أجيبها له على شوقة كل شهر. اوكي؟ إلا لو ألعاب تعليمية أو ألعاب معرفية هتزود ذكائه وتنمي مهاراته لو هو قاعد في البيت. بالظبط. لكن بخلاف كده هيبقى طول الوقت مرتبط بالتابلت ومرتبط بالألعاب اللي هي السيوف وألعاب الحرب ومش عارفة إيه، جايبة له بازل، جايبة له كونكت فور، مش عايز يقعد عليها. ما هو أنا مستسهلة وجبت له حاجات تانية. ابنك على حسب حرفيا ما بتعوديه وبتربيه من يوم واحد. بالظبط. انا بشكرك كتير جدا جدا دكتوره سهام حسن، اخصائي النفسي وتعديل سلوك الاطفال، دائما بتفيدينا بمعلومات في التعامل والمعلومات حياتيه الحقيقه بتديها لنا. ف لسه عامله لك مشاهد تمثيليه مش حاجه. بصراحة أنا بدأت أعذر شوية أمهات كده. أيوة. في التعامل مع الأطفال، يعني أنا من خلال تعاملي مع الأطفال في المذيع الصغير بيجننوني. انا هتكلم. يمكن تقول انت ارجعتيها للماضي ان الام بتتعامل ازاي، فده برضو بنقول ان احنا يا ماميز ويا دادز نبدا ان احنا نتعامل مع اولادنا من هما صغيرين في كيفيه. صحيح. التعامل، وزي ما انت قلتي الولاد عايزين التواصل، عايزين. أكيد. الكلام. أكيد. فده اللي هيأثر عليهم. بشكرك جدا جدا دكتور سهام على هذه المعلومات.